شو ليش عم تكبوا القمامة هون؟ ما في سيارات نزلتوا من برا، ما في سيارات نطلعوا من برات البلدة، والنظام حاصرنا ما بسمعنا طالعون من كل الجهات، ما في محل. وهذا الوساخة هي عم تسبب أمراض للصغار، الولاد صغار بيسووا معهم جراثيم، بيسووا معهم أمراض عديدة غريبة ما حد عم يعرفها.